يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، ونسأله سبحانه وتعالى أن يكرمنا في هذه الليلة المباركة، ليلة الاثنين، ليلة ولادة سيد الكونين عليه أفضل الصلاة والسلام. ونسأله سبحانه وتعالى أن يكرمنا في هذه الليالي المباركة وليلة بقدوم ليلة الإسراء والمعراج على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، وأن أسأل الله أن يفرج عنا وعن أخواننا المسلمين في كل بلاد، وخاصة في بلاد فلسطين، الفرج العام، وأن ينصرهم نصرا مؤيدا، ويخرج اليهود والنصارى من بلادهم، ويجعلهم بلاد آمنة مطمئنة. آمين آمين يا رب العالمين. نحن وأنتم قلوبنا تهفو وتطرب بقدوم ليلة من ليالي أفضل الليلة من ليالي هذا الشهر المبارك، بل تكاد على سائر الأشهر، وهي ليلة الإسراء والمعراج. وقد اختلف العلماء في هذه الليلة، فمنهم من قال في ليلة في شهر رجب، ومنهم من اختلف، وقد رجح أكثر العلماء من الأئمة، وقد صحت أنها ليلة في الليلة 27 من شهر رجب. ونحن وأنتم لابد أن نستقبل هذه الليلة بقلوب صادقة، بقلوب خاشعة، بقلوب منيبة، مع فرح وإحيائها ليلة. نقوم آخر الليل وندعي لإخواننا بما يصير لهم في بلاد اليمن وفي بلاد السودان وغير في بقاع الأرض. لا نحضر، لا تأتي هذه الليلة وإلا نحن قلوبنا صادقة مع الرب، خاضعة مع الرب، ومنكسرة، وصلاح ذات بيننا البين. لأن كانوا سلفنا الصالحين عليهم رضوان الله تعالى، ومن آخرهم حبيبنا عبد الله بن عبد الرحمن صاحب هذا الصرح المبارك، صاحب رباط الشحر هذا المبارك، وقد كان مهوكم أنا نحن اللي تأتي ليلة الإسراء والمعراج ونحن نيام، مهوكم أنا كان تأتي ليلة الإسراء والمعراج ما تخليه تعبرك، ما بعض من الإخوان تمر عليه الليلة وله بداري وله عارف وله شيء. تسأل أي شخص من الأعوام من الشباب هؤلاء الذين أخذتهم أذيال إبليس، أخذتهم السياسات، أخذتهم الفكر الإلحاد، وأخذهم العياذ بالله الأفكار السيئة المريبة العجيبة التي لا تعرفها هذه البلد المباركة، بلد كانت تشع بالنور، وقد تميزتم نحن، وقد تميزنا نحن أهل البلد، تميزت هذه البلد. أول صفة تميزت بنت تريم، كما نسمع في بعض محاضرات حبيب أبو بكر المشهور عليه رحمة الله في ليلة الإسراء والمعراج 39 من رجب قبل 5 سنوات أو 6، كان يقول: احمدوا الله أنتم يا أهل البلد الشحر، سميتم في المرتبة الثانية. تو تذكر تريم مباشر الشحر، هذه رتبة راقية ما حد حصلها في أي بلد. يتمنون أخواننا هؤلاء الطلاب الإندونيسيين يتمنون تكون سوربايا أو جاكرتا أو أي حد يتميزونها، لكن بلد كما يقولون بلد محبوبة عند الكل. كان عندما خرجنا من بعض من إخواننا من مشايخنا وعلمائنا في من 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 الوادي إلى جينا إلى هذا البلد، دخلنا في بعض البلدان قال هي هذه بلد ما يكمل بلد الأخرى. دخلوا أول ما دخلوا الشحر قالوا: ها وصلنا. قال: نعم. قال: شمينا ريحة السلف. نحن وأنتم الأيام نقعد في البلد، هل شمينا ريحة السلف أو لا؟ هل شمينا شفنا شيء رؤية صالحة أو لا؟ يمر علينا اليوم واليومين والثلاث والشهر والشهرين والسنة والسنتين، ما أنتم ما شعرنا بشيء بذلك؟ ما شعرنا بشيء بروحانية؟ تسأل أي شخص غريب يدخل البلد تقول له: كيف البلد ذا؟ ايش رايك في اهلها؟ وايش رايك في الاماكن المباركه من الصالحين؟ يقول لك بلد متميزه. تو يقول لك مباشره بنت تريم، لان ريحه اهلها وسلفها موجوده، وان كنا نحن لا نشم، وان كان كما يقول حبيب بكر يعبر قال: لان نحن عندنا زكمه، والزكمه علاجها ثاني،
ما هي الزكمة هذه اللي يعرفونها الأطباء زكمة، مشكلة في القلوب والبصيرة، والنور عندنا ماشي بالسبب عندنا معاصي ليل ونهار. وقال الإمام الشافعي: شكوت يداوكيعي سوى حفظي فأرشدني بلا ترك المعاصي وأعلمني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى. العاصي النور غالي. قال قال الإمام علي حبيب علي حبشي: هو النور يهدي الحائرين ضياء، هو النور النبي محمد النور إلا من النبي، والواسطة فيه إلى جبريل إلى الأب ربي عليها أفضل الصلاة والسلام. هذا النبي الكريم الذي جاب لنا هذه الشهر وقد ميزه عن بقية من الأشهر. قال: ثلاثة أشهر ورابعهم منفرد. قال: شهر رجب نغتنمه ونستغفر فيه بكثرة الاستغفار والصلاة على النبي المختار آناء الليل وأطراف النهار، ويدخل بعدين علينا مقبل علينا شهر شعبان، شهر كما يقولون السلفنا الصالح: رجب شهر الزرع، شهر البذر، وشعبان شهر السقي، ورمضان شهر الحصاد. ومتى بيأتي الحصاد؟ بيأتي الحصاد آخر ليلة، أول ليلة في العيد، وانت شوف الشهادة حقتك، ها هل من المسعودين أم من المغضوبين؟ والعياذ بالله. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المسعودين في الدنيا وفي الآخرة. وعنا بغانا عند النبي كما يقول حي عمر، ما بغانا عنده ذاك صاحب المظلل بالغمام صاحب القبة الخضراء، وأنا عنده بجانبه عند أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الأمة، هؤلاء الذين أخذوا الخلافة عن النبي وأخذوها بالتسلسل. قال: أب يتلقى عن أبيه فهكذا، فيا لك من آبا كرام وأجدادي. هؤلاء الكرام والسسونة وقد ميزوا لنا هذه شهر رجب المبارك عن بقية من الأشهر. وكل ما تذكر، والعجيب من ذلك لفتة أخذتني عندما كنت في بعض من جاي من الوادي إلى الساحل، كنت نتناقش مع بعض من الإخوان، قالوا: أنتم عندكم شوي كذا من تميزات في بقية الأشهر. قلت له: طبعا. قال: إيش دليلكم من ذلك؟ قلت له: قليلا. نقول له: فرحوا. قلت له: دليلنا. قلت له: إيش من دليل تريد؟ قطعته مباشرة دليل عقلي. قلت له: الآن بضرب لك مثال. مرت علينا 26 سبتمبر، ومرت علينا 14 أكتوبر، مرت علينا 30 نوفمبر، مرت علينا من دريش، مر علينا من دريش، معكم دوري، معكم ده، إيش دليلكم من ذلك؟ قال: هذه ذكرى من أجل نعرف الناس بأنهم في هذا اليوم أنه توفي فلان أو خروج فلان أو آخر فلان أو احتفال. قلت له: إحنا معنا ذكرى أقوى ذكرى، وهو ذكرى النبي محمد، لأنه في مثل هذا الشهر رجب الأصب يصريف به. وأول رحلة قلت له: تعرف إيش عن شهر رجب؟ تعرف إيش عن الإسراء والمعراج؟ إيش أحداثه وإيش السبب لها؟ ما السبب في ذلك الأمور الذي أخرج الذي خلى الذي ربي جعل النبي يروح من المكة إلى الأقصى، ومن الأقصى إلى عرج إلى فوق؟ إيش السبب؟ قلت له: عنده توفي عمه، توفي زوجته، آذوه، منعوه من البيع، منعوه من الزواج، لا منهم ولا من إليهم، خرجوه برع البلد. قلت له: لو كان حاكم اليوم فعل هذا، فأي مسؤول، أي عامي لو يكون يمكن يكره من يوم من هذه لا يوم الدين. قلت له: هذه بديهيا، لكن النبي محمد هم الأمة وصبر وتدرع بالصبر في ذلك مع شدود المحنة، مع شدود في كل شيء من الشدة، لكن صبر وتدرع بالصبر. قال له: ربي دعل الآن بشلك إلى أخوانك، يقول الأنبياء صلبهم هناك في مسجد الأقصى، خليك إمام، أنت المقدم، خليك إمام. قال له: تقدم. وصلابهم كما سمعتم كلمة شيخنا الشيخ ياسر الشحيري في الزاوية، خلاه. قال: ما هو قال أرواح كما يعتقد الآن، قال: لا، بالروح. يقول احنا سكرة ليل ونهار، قال: الروح إلا بالروح، ما هو بالجسد. يا غبي، أنت فين درست؟ ما تقرا كلام ربي في القرآن او لا؟ سبحان الذي اسرى بعبده، ما قال بروحه، بعبده، بديهيا العبد يتوقع في العقل مبيهين الجسد، ما هو بالروح. قال: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مباشرة بديهيا، ما يتكلم، ما قال بروح. لو قالوا بالروح ما معك نص، قال بروح، وقالوا بعدين تقدم وصلى في المسجد الأقصى، خلاه إمام وطلع، وقال له: هنا شوفوا بيت لحم،
وذي بيت فلان وطلع وروحني وصلى وطلع اسم الأولى واسم الثاني واسم الثالثة والرابعة والخامسة إلى السابعة وطلع وما فوقها إلى سدرة المنتهى طلع إلى قابل ربه وخاطبه قال له هذه الأمانة 50 صلاة. نزل حصل أخوه قال له شوف يا محمد شوف أمتك ما بتقدر على 50 وكنا احنا على 5 يلا على قول العوام يلا على 5 نقوم نأدي الواجب خلاص. وصدق قول النبي عليه الصلاة والسلام تنقضن عرى الإسلام عروة بعروة أولهن الحكم وآخرهن الصلاة. شوف فربطك كيف بالنبي أولهن الحكم الحكم مع الشقايم هات اللي معك وبتبعك على قول العوام أولهن الحكم وآخرهن الصلاة. الصلاة عمود الدين كان يقول حبة أبو بكر بالفقيه المنصب هذا قال لقوا لايحة كده لا صلاة لا دين لمن لا صلاة له. الآن أخوان كثير من الشباب تمر عليهم في الدكك سبحان الله تتعجب فيهم ما سكروا المسبحة الإبليسية هذا الجوال ليل ونهار. صليت على النبي قال لا. قريت قرآن قال لا. ويا ريت بنقول يستفيد من الواتساب بنقول مرحبا لكن هدر أوقات وطاقات وليل ونهار وسهر ولعب ومسخرة ولا شي فايدة. ايش السبب؟ خلاص تعال حضور الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في اي مسجد كان. اوه دحين ذولا دحين بتخريون نحن انتم على قولهم طامة الكبرى صاعقة بتخريون نحن دحين ذولا شوفوهم الا معهم طريق خاصة لعند ابو جهل واتباعهم لجهنم لا حول ولا قوة الا بالله. طيب حضر محاضرة واغتنم ما بين المغرب والعشاء لا. لما ذلك؟ لانه عنده هواء. قال الله تعالى ومن اتبع هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وبصره على سمعه على سمعه وقلبه غشاوة. ما حد بيهدي غير ربي أبدا. ما حد قد قالها ربي واضحة في القرآن أبدا. لكن نحن يا أخوان أتمنى أنا بالحقيقة لست من أهل الكلام لكن أنا أوجه رسالة لإخواننا من الشباب وأكثرهم موجودين شباب. أنتم إذا لم نحتفظ أوقاتنا في مثل هذه الأشهر وما قبلها وما بعدها بشوفوها كما يقولون والعياذ بالله بنروح إلى شيء ثاني. شوفوا الإلحاد منتشر في كل البقاع. كان يقول شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن عباد الله يغفر له ويرحمه كان يقول بلد من بلدان قال كانت البلد الآن بلد من البلدان ذكرها في الساحل ما حببت أن أذكرها ما شاء الله ما عاد يقصرون ذكرها قال بلد من البلدان قال فوق 20 ملحد. انتشر الإلحاد بكثرة. الإلحاد يقول لك ما شرب السماء طبيعية. أنتم طيب كيف ولدت كيف من اللي تعمر أنت وش عرفك بشيء خلاص مع شرب كفر إلحاد. سألوا الشيبان الذي أعمارهم في 70 و80 وما فوقها سألوهم قل لهم كيف أيام الشيوعية ما حد يقدر يتكلم واللي يتكلم يعطون رقبته والله دخلون السجن ومعشي وانتهد. وهذه من نعم الله نحن وأنتم نجتمع ونحتفي ونذكر بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ببركة هؤلاء الرجال. هؤلاء صدقوا وخضعوا وتوجهوا إلى الرب لأجل ماذا؟ لأجل أن يوصلوا لك العلم من أجل أن يعرفوك من أنت عند الرب من أنت عند الخالق من أنت عند ما بينك من إخوانك أنت وهم سواء. قال عليه الصلاة والسلام كلنا سواسية كأسنان المشط كلنا سواسية لا نفضل لا زيد ولا عبد لعطي كل دين حق حقه. الكبير في السن نحترمه العالم نحترمه الداعي نحترمه وغير من ذلك من الشرائح. إما الآن كما نسمع في الشرائح الاجتماعية والعياذ بالله كل واحد يمشي على هواه تمسك حتى تتعجب من بعض من الإخوان تقول له ما بحضر حضور يقول لك أنا ما بحضر ليش يا أخي ذولا فكرهم ثاني وذولا من ذراه ومن ذراه. قل له طيب مرحبا قلت أنا أذكر إن جدك وأذكره عدل توفي قبل فترة قلت إن أذكره يحضر قال لا يدي مسكين الله مضحوك مضحوك ضحكتوا عليهم انتم قلت له ما شاء الله وانت ما ضحكوا عليك الغرب ما خلوك تمشي فوق امك بالنعل ما خلوك ترفع صوت امك ما خلوك انت او اختك وغيرها معك الشهاده تقول لامك انت يا امي ما معي شهاده انا معي شهاده دكتوراه
أنا معي شهادة فلانية، إما ماجستير إما باكالوريوس وإما غيرها من ذلك، تتطاول على أمك شي يوم أنت والنبي القرآن يقول لك واخفض لهم جناح الذل، تواضع لهم. عاد ما قلنا لك نحن اللي ما قلنا لك قم على قولهم قم ربز أمه، قول لا قلنا لك إلا تواضع لهم، تواضع شوي، تواضع تواضع تواضع. لأن الآن كثير كثير من الاتصالات من كثير من بعض من الأماكن توجه يقول لك الآن أنا بحب أمي، لكن شوف أنا بتزوج الآن بغيت لي بيت لوحدي. ليش؟ إذا جلست في البيت شوف أمي بتأتي زوجتي، وأنا ما أقدر أحد أن تأتي زوجتي. يا قليل الحياة، من اللي حمل لك في بطن أمك 9 أشهر؟ كم كيلو في بطنها؟ من اللي حملك؟ ما تستحي؟ ما تستحي على نفسك تقول هذا الكلام يا قليل الحياة؟ أنا لا أقول أمك ما ربتك، أمك ربتك وأطعمتك وشقت عليك، لكن أنت تغديت بفكر ثاني، فكر اليهود والنصارى والملحدين يضحكوا عليك لين ونهار، خلوك تصرف أموالهم هدر. أبوك عمره في 70، من بيقوم به إذا ما تقوم به أنت؟ طارح عمله، الله يمتع، الله يحفظ ولدي، الله يدعي لك لين ونهار، وإذا مرضت نكبه فوق راسك ما الخيمة، وانت الحين لو مرضت تقول لهم خلاص خلوا فلان بس يلوبهم. قدهم الان بيوت المعاقين على قولهم كبار السن مزقلين، ترمي ايش من نفس، ايش من ضمير تشيل ابوه وقت تروحه في بيت ثاني؟ ايش من ضمير واي فكر، اي فكر ذلك؟ والله انا متعجب، تعجب ابوك اللي انت ما يقارب 30 سنة 40 سنة في البيت فجأة يختفي من عندك وتقول له خلاص ترحبوا. عادوا بعضهم العياذ بالله يطرحوا عند البيت بس ويحرق، يقول له خلاص عادوا من رحمة أبوك ما يقول له فلان وفلان، لكن استرني. يقول لك يا أحبة ويا أخوان، نحن بغينا بنغتنم، وبغينا بنغتنم الأوقات، وبغينا بنغتنم هذه الأيام المباركة، ليلة مباركة مقبلة علينا. شوفوها الباب، باب السماء مفتوح يفتح لها كل ليلة، ربي ينزل، هل من مستغفر، هل من تائب، هل له من حاجة؟ من مننا يقوم الليل يبكي؟ قضي ليلك كله وانت تبكي، قضي وليلك كله وانت تدعي لإخوانك المسلمين، قضي انت وليلك كله، حتى بغيت على قولهم قال حتى بغيت خيط حق الحذية حقك، قوم دعي الرب قل يا رب صحح لي خيط حق الحذية حقي في غب خيطه. والنبي يقول اسألوا الله حتى ونلحي عشائكم، يقول والله لا، عندنا شك في كلام النبي، وربي قال خزائنك بالجود مليانة لكثرة عطاياك للسالينين، ربي ما هو بخيل كمانة. ولو من أي واحد من التجار بتروح أول مرة ثاني مرة ثالث مرة بيقول لك بتصلي على النبي تدعي، والله لا، ما أنا نغرف إلا شفنا لا كماكنا، روح لك عند واحد ثاني والله روح بيردك من أول مرة. إما ربي مفتوح كما يقولون الشيخ مفتوح، عاد ربي معشي الشيخ روح عند فلان، لا مفتوح، روح بس قول يا رب، بس بصدق، من توجه نحو بابه ما رجع من ذاك الباب خايب، اغفر اغفر ذنب عبد قد اتى نحوك تائب. صدق مع الدعاء، والدعاء كله اذا توجهنا بالصدق نال كل شيء. الصدق حكمه كما يقول حبيب جعفر بن احمد العيدروس صاحب بور المدفون في قبه عبد الله سلطان الملأ العيدروس، قال الصدق حكمه اذا اخلصت تبدو وتظهر تفعل بها ما تريد. الصدق إذا صدقت في القول بتأثر، ولذا يقول القائل الصدق في أقوالنا أقوالنا والكذب في أفعالنا أفعالنا. الصدق إذا صدق بتأثر في كل مكان، ترى من بعض الناس في أي مكان يدخل ما يأثر لا في كلام ولا في صورة، البعض حتى ما هو كمان خراطين يخرط كذا، يدخل في أي مجلس شوفهم المتصدر بس كما يقولون الصالحين الزمام المجلس كله تحته، والمتكلم ذا ماشي له اثر هلا خراط بس مسجل دد ويخرط وروح. اما المجلس اللي ساكت ذا شوف الزمام المجلس كله تحته صادق، لانه صدق اهل الله يزمون المجلس، اذا حضر المجلس خلاص المجلس كله يسكت يهدأ لانه موجود فلان حضر، قال لك قلبه صاحب حال عظيم، صاحب ورع، صاحب خوف، صاحب تقوى، صاحب بينه وبين الله سريرة، اذا قال يا رب استجاب
والكذب في الافعى شوفك افعى في القبر بيلك وده الثعبان الكبير ده اللي صلى الله العفو العافية منه انت ويا بتصارع ويا ريتك بتحرك بعشي بينفعك الا اعمالك الصلاح اعمالك الصالح والصلاح الذي انزلت في هذا الشهر المبارك انزلت عمود الدين كما قال سيد المرسلين ان الصلاة صلة بين العبد وربه يرحبه إذا صدقت في الصلاة وإذا صدقت في الزكاة وإذا صدقت في المعاملة وفي المخاطبة ما هو بعضهم الآن في كل شيء حتى المعاملة دي بتسملك جبر خاطر مصافحة جبر خاطر نعم جبر خاطر زين لكن صدق شوف شوف شلوها خذوها في أي مكان إذا بتسملك حد من الحبايب الكبار ذولا يبتسملك وتقول بتفرح تدخل السرور في قلبك ليش لأنه يبتسم حق صدق ما هي مجاملة والمصافحة حقتك بينك وبين أي شخص بحرارة صدق تأخذ منه معك ذنوب خليه تمسكه وصافحه بقوة حرارة ما هو بقوة بفص بعضهم شوفوهم شيبان أنا بيتأثرون صافحه بحرارة بقوة خلي بينك وبينه المودة علاقة قوية الآن المودة معشي والألفة معشي الآن دخلوا نحن ذولا من جهة الشرق والغرب ومن دي فرقوا ما بيننا ويحاربوننا والذي ما يدعي المودة عدو للنبي محمد عدو كامل لأنك تحارب إن ربي يقول في القرآن صرحها بالقرآن واحد وألف بين قلوبكم وين الألفة اليوم ما بيننا البين وين الألفة ما بين الجيران وين الألفة ما بين الإخوان وين الأسوة ما بين الأبناء والبنات وينهم عشي الألفة انقطعت انقرضت انقرض كامل خلاص اخذوها من الأسر ورموها بسبب المستشرقين ذلا دخلوا لكم الزين حقهم الواتساب والتليجرام والفيسبوك واليوتيوب والإستجرام كلها أسماء والعياذ بالله كلها قبيحة شنيعة إذا جيت بها تركز بها كركز أنت قرأ يقرأ كلمة أي كلمة من شبكات التواصل تتعجب تقول تجيلهم باب اللغة العربية تتعجب فيها تلي جرام تلي بعدها بيلك شوفوا جرام وتي لك من درهم هو الجرام الثاني حق أصحاب الذهب والفضة لا الجرام ثاني حقهم إجرام تيري بتريش فيسبوك أسماء والعجيبة كذبة تطرحها بس قل لهم فلان بن فلان لقى كذا وانشرها بس بتنشرها بتشوف الشبكات والمجموعات كلها ضج كما يقولون حية شغل نظيف كله والعياذ بالله لكن إذا جينا نحن انشر كلام خير جلك أي كلام ويعيبنا بعض من الاخوان يقول لك انا ما عندي اي اشكال كلمة حق بنشرها كلمة باطل بوقفها حتى رجال انت من يوم ذول الرجال الذي انت في بعن الرجولة انت لكن صدق في كل شيء اسأل الله ان يبارك لنا في هذه الايام وان يبارك لنا في شهر رجب ويمتعنا بحبايبنا وعلمانا وصلحانا ويرد علينا حبيبنا احمد بن حسين عيديد إلينا بالصحة والعافية وأن يشفيه يا رب يشفي إخواننا المسلمين وحبايبنا أجمعين متعنا بهم بصالح الأعمال ومتعنا بهم في خير ولطف وعافية ومتعنا بحبايبنا والشيخ مراد وغيرهم من الأخوان من الذين قائمين في الرباط أسأل الله أن يبارك لنا ولكم في هذا الشهر المبارك في بقية هذا الشهر يا رب ضاقت بالأمة فرج على الأمة يا رب ضاقت في أهل فلسطين فرج عنهم وانصرهم يا رب نصرا مؤيدا يا رب العالمين وافتي أنوار الفتن ما ظهر منها ما بطن في بقاع الأرض يا رب يا رب بحق طه وياسين والقرآن الحكيم وما انزلت على قلب سيد المرسلين من أسرار وتمكين يا قوي يا متين أسأل الله سبحانه وتعالى يمتعنا بأهلنا وأحبابنا وأخواننا ويمتعنا متعة صالحة في خير ولطف وعافية والحمد لله رب العالمين والعفو وأن تجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الخاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظ اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرم وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفى أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وولاه وظهره
وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا وأهلنا وأهل قطرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات. فاتح الروح سيدنا حبيبنا محمد الحمد لله سيدنا أبو ولا سيدنا ولا مؤسس هذا الصرح السيد عبد الله بن عبد الرحمن ولا وأولياء وعلماء هذا. اللهم اجعلنا في هذا اليوم ذنبا لا غفرته ولا هما لا فرجته ولا حاجة الحاجتين والدنيا اجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم اجعلنا اللهم وإلى حضرة النبي.